في ليبيا افتتاحه أحدث عالم للأطفال في الشرق الأوسط كيدز موندو. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من ليبيا الزميلة بيرنا نعم جديد. بيرنا، ما الذي يميز هذا المكان عن سواه من قاعات ألعاب الأطفال، وماذا عن استضافة لبنان له؟ نعم روبير، كما ذكرت هيدا أول مكان عالم للأطفال خاص بالأطفال بالشرق الأوسط، هو الأكبر والأحدث إذا صح التعبير. هون بعالم الأطفال ممكن تشوفوا عالم الكبار نفسه بس للأطفال، مثلا الأطفال فيهم يتعلموا أكثر من 80 مهنة بحبوها. مجرد يفوتوا على كيدز موندو أو كيدز اس اي ال موجودين في أكثر من 80 ستاند، ما في ما عليه الولد إلا يدفع 40,000 هو وفايد، بال 40,000 بيصرفها تشيك ببنك، بنك عودة مثلا موجود هون بيصرف تشيك وبيفوت بيلعب بكل الالعاب الموجوده بكيدز موندو. في يتعلم يكون شوفير اطفائيه، اطفاء جيفي، في يتعلم يكون اذا بحب مثلا هوايه التصوير او يشتغل براديو او تي في. الام تي في موجوده هون وانرجي موجوده هون ايضا في عدد كبير من المطاعم والمحلات، شركه المية موجوده هون، في مطار صغير للاولاد، يعني 80 ستاند اذا صح التعبير عن كل عالم الكبار موجود هون على مصغر لصغار. فيهم يتعلموا كل مهن الكبار بسهوله ويتعلموا كيف بسهوله، ويعني من تلقاء نفسهم يتجولوا بالمكان ويتعلموا كل شيء. بيدفعوا ال 40,000 بيصرفوها بتشيك بفوتوا بيشتروا، لما يخلصوا المصاري ما بيعود يحق لهم يشتروا، بصير بدهم يشتغلوا لا يطلعوا مصاري ويرجعوا يلعبوا فيها. فيهم يتعلموا يطبخوا، يحضروا اكلاتهم، فيهم يتعلموا 80 اكثر من 80 مهنه موجوده. ولمزيد من التفاصيل عن هالمشروع الاول بالشرق الاوسط معي الى جانبي رئيس مجلس الاداره علي كوزمو. استاذ علي تفضل، اذا بتريد خبرنا عن هدف هالمشروع النموذج اذا صح التعبير بالشرق الاوسط. حلم بلشناه سنة 2010، مشروع تربوي ترفيهي. الولد بيشتغل وبيتعلم سيميليشن من سنتين ل 14 سنة. هيدا الكونسبت فريد من نوعه بالمنطقة، وأول كونسبت وصلناه لهالحجم أو لهالكبر بلبنان. إن شاء الله عم ننتقل على أبو ظبي وعلى اسطنبول قريبا. مشروع لازم الأولاد يجوا يجربوه ليفهموا يربوا على الطريقة الجديدة من التعليم والترفيه بلبنان. اذا مثل ما شفتوا مع هذا العالم بيعلم الاولاد اكثر ثقه بالنفس، بيعطيهم ثقه بالنفس، بيعطيهم معرفه بكل امور الكبار بيعلمون هن. اذا الاولاد ما قالون الا يزوروا كيدز موندو او كيدز اس اي ال بالبلاد ليتعرفوا اكثر على هالمشروع. يبقى ان نوجه معك الدعوه لزياره كيدز موندو. شكرا لك يا زميله بيرنا.